نفاق النظام العابر للحدود والقارات انقلب على حراك الجزائريين ويدعو إلى تحريك المغاربة ضد نظامهم الحاكم. ثورة الغضب وصلت إلى دمنته وأنبتت غضبا شعبيا صاخبا وجارفا وصائحا ليسقط النظام. طالما كان متحاذقا متلونا يخدع يكذب يفتري ويحيق المكر والدسائس ويظلم شعبه الفقير المغلوب على أمره، ولكنه في الوقت نفسه ساذج. لاجونس هذه أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن النظام منظومة صحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره. ذلك النظام الذي يتقوى على نساء وحرائر أعداء الأمة العربية والإسلامية وأعداء القضية العادلة، فالمثل القائل الطيور على أشكالها تقع وأسلافه ومن على فكره وقناعاته، فارتجت تلك الأرض غضبا ورفضا. Une jeunesse formidable, une jeunesse intellectuelle, pleine de vie, une jeunesse qui espère et qui aspire à une Algérie meilleure, à une Algérie moderne. C'est un pays qui mérite quand même d'être classé premier au niveau africain. Je ne vois un changement, c'est tout. Les Guinéens. Changement radical. On est mort de ce pouvoir. Ailleurs, un changement, c'est bon. On veut une Algérie meilleure, c'est tout. Changement radical, on est marre de ce pouvoir. Que cap 62 jusqu'à présent, on est marre de ce pouvoir. 76 سنه ديال العمر ويا نوز مرغاره عقلي فغادي نخدم على مارش ان شاء الله تقعد تمورس اغف غنبوذون فغاره ادو غنبوذ يصلحن اغي هنا ربي. حراك المية العصية على الاستعمار والخيانة المجاهدة ضد الفرنسيين سابقا والآن الرافضة، هو حراك أيضا ضد الأوضاع الاقتصادية المتردية من بطالة وفقر وارتفاع للأسعار وأخرى اجتماعية وأخلاقية، دون إهمال ممارسات لأضحى مجرد واجهة وديكور لنظام ديكتاتوري استعبادي أثخن في الفساد ولم يترك للشعب سوى فتات الخبز بطعم المهانة والذل. ماذا يحدث؟ التلفزيون الجزائري يتحدث عن حراك الجزائريين، يتحدث بهذه اللغة على ما يجري في الجزائر، يستشهد بما يجري في منطقة القبائل التي كانت عصية على الاستعمار الفرنسي وصارت الآن رافضة لهذا النظام. ماذا يحدث بالضبط؟ أنا يبدو على أنني كنت نائم. أنت تتوهم يا أنور مالك، ليست هذه الحقيقة. كيف ليست هذه الحقيقة؟ الصوت لمذيع تلفزيوني ويعمل في القناة الجزائرية، كيف هذا؟ لا أبدا، يبدو أنك ركليت بزاف وشبعت وليت بدل أنك تجي تبدأ في البرنامج نتاعك رقدت. أين الحقيقة؟ ماذا حدث بالضبط؟ التلفزيون يتحدث بهذه اللغة؟ إليك التقرير الحقيقي اللي راك يبدو أنك يا تحلم يا أنت مزور يا أنور مالك، وزورت هذا التقرير حتى تخدع نفسك أو أنك مصاب بأنفلونزا الحراك، صرت تتخيل في حوايج ما كانش منها. خليني نشوف. نظام المخزن يحتضر. ثورة الغضب وصلت إلى دمنته وأنبتت غضبا شعبيا صاخبا وجارفا وصائحا ليسقط النظام.
لطالما كان هذا النظام بملوكه المتعاقبة واختلاف ترقيمهم من محمد السادس وأبيه الثاني ومن سبقهم، لطالما كان متحاذقا متلونا يخدع يكذب يفتري ويحيق المكر والدسائس ويظلم شعبه الفقير المغلوب على أمره، ولكنه في الوقت نفسه ساذج. ذلك النظام الذي يتقوى على نساء وحرائر البوليساريو من السلطانة خية وشقيقاتها فقط، وضع يده في يد الصهاينة أعداء الأمة العربية والإسلامية وأعداء القضية العادلة، فالمثل القائل الطيور على أشكالها تقع، فلا يتحالف محتل غاصب ظالم إلا مع مثله، ولا يجتمع هؤلاء وأولاء إلا على الأشراف. عام مر على القرار المهين لكل أكارم المغرب وأحراره بالتطبيع الكامل العلني بين المخزن ودولة الكيان الصهيوني، فاحتفل الطرفان بالذكرى بزيارة هي الأولى لوزير دفاع الكيان الصهيوني إلى أرض الخطابي وأسلافه ومن على فكره وقناعاته، فارتجت تلك الأرض غضبا ورفضا. استقبلوا في المغرب باش يديروا مع اتفاقيات العار، اتفاقيات ديال اتفاقيه الامن، وهي اتفاقيه الامن ضد الشعوب. نودين هذه الممارسه ونعتبر ان الشعب المغربي دائما قضيته الفلسطينيه قضيه وطنيه كما كيعتبرها دائما. اقسم لكم بشرفي غادي يوقع لكم اكثر من داك الشيء اللي كيوقع في فلسطين، باش يدخلوا لنا قاعده عسكريه المنطقه الريفيه بحكم انهم يستقروا على الجزائر بالكيان الصهيوني. احنا الريافه راه ما نقبلوش هذا الشيء. هذا هذيك ارضنا درنا عليها حرب واسسنا جمهوريه وبعثونا انتوما اللي بعثونا لفرنسا ودرتوا اتفاقيه اكس ليبان. اتفاقيه اكس ليبان اللي داروها العلويين مع فرنسا سنه 1955 بالحمايه الفرنسيه وتاسيس حزب الاستقلال في 1950، مراها جت ثورة الريف سنة 1958 وسنة 1959 مجزرة الريف. واتفاقية إكس ليبان فيها قرن، يعني الاتفاقية الفرنسية ديال الحماية الفرنسية في المروك غتساني سنة 2055 اللي غتسالي. حنا راه ما غنستناوهاش حتى 2055. حنايا ضاد في هذا الوقت هذا راه غادي نوضوا معاكم، في هذا الوقت هذا الايام الجايه غادي نوضوا معاكم كاملين يا النظام الفرنسي. انت يا محمد السادس راه عرفناك كراكيز، عرفناك مجرد خيال، راك تما مجرد خيال، حاطينك تما الصهاينه. قالت لي ياخذوا في اراضينا في الرشيديه، قالت لي ياخذوا لنا في الاراضي في مراكش، دابا جايين باش يحاربونا مع الجيران. غادي تشوفوا كيفاش غادي نتقدموا مع الصهاينه. عباد الله جايبين قتال، واش قتال ديال غزه، قتال ديال فلسطين، قتال ديال سوريا، قتال ديال العراق، غادي يشحن فينا حنا مغاربه وجايبينه هنا بالطياره وباستقبال. حراك المغاربه وفي مختلف اقطار الجاره وخاصه من منطقه الريف الابيه العصيه على الاستعمار والخيانه، المجاهدة ضد الإسبان والفرنسيين سابقا والآن الرافضة للتطبيع مع الصهاينة، خطورة على المغرب. والأكثر من ذلك بوصول التطبيع إلى المستوى العسكري هو فيه مغامرة وخيانة ومغامرة ومقامرة بأمن المغرب وبأمن المغاربة. هو حراك أيضا ضد الأوضاع الاقتصادية المتردية من بطالة وفقر وارتفاع للأسعار وأخرى اجتماعية وأخلاقية دون إهمال ممارسات المخزن والملك الذي أضحى مجرد واجهة وديكور لنظام ديكتاتوري استعبادي أثخن في الفساد ولم يترك للشعب الشقيق سوى فتات الخبز بطعم المهانة والذل.